التحالف تصطدم بالصخره تاع سيدي عثمان، يعني ما كانش هذاك التحالف تاع استقلال بام والاحرار باش يصوتوا على السي حداد، علاش فشل التحالف هذه المقاطعه؟ ومع الاسف الاخوان ديالنا ما حاولوش انهم يخسروا المكان ديالهم الحقيقي اللي هو في التحالف، ولكن الحمد لله اضطرينا اننا نعملوا واحد توافقات مع هيئات سياسيه اخرى، ومن ضمنهم احنا كذلك كجبهه القوى الديمقراطيه والاخوان ديالنا في الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، استطعنا الحمد لله اننا نعطيو لبعضنا البعض كما كنقولوا نصفوا بعضياتنا كما تنصف السي حدادي مع الساكنه ديال سيدي عثمان. صراحه انا اللي تهمني في هذا الشيء كله هو ان الساكنه صوتت عندنا بقوه، صوتت عندنا بالاغلبيه، وربي نصفنا، لان الناس ساكنه سيدي عثمان خاصهم ليها اللي قبلوها، وحنا هما ليها اللي عندنا واحد الغيره كبيره عليها. منطقه سيدي عثمان كتنظر منها الكثير، وبهذا الوجه اللي كنشوف سعيده، انا كنفكر شنو كنقدم ليهم، كنقول يا ربي تقدرني باش نكون حسن الظن ديالهم، وفرحه ديالنا دي فرحه سيدي عثمان كامله، النجاح ديالي انا نجاح سيدي عثمان كامل، نجاح منطقه منار رشيد كامله، لان احنا اعضاء في مجلس المدينه واعضاء في المقاطعه. كنقول لهم من هذا المنبر غنكون انا السند ديالهم في السراء وفي الضراء كما عاهدوني من قبل، غنكون دائما ان شاء الله معاهم بالليل بالنهار، ما عمري ما تخلع السكنه ديالي، لان صراحه ساندوني وفرحه ديالي كبيره. ما كنتش نتمنى من الله يقدرني باش نكون تحت حسن الظن السكنه ديالي، والله يقدرنا جميعا وشكرا. ما تشوفوش بان التحالف غيكون عندكم الاغلبيه هشه على اعتبار ان الاخرين يعني قراب لكم شويه؟ اللي متعرف عليه اللي تعرفنا عليه من ألف من بدايه وحده المدينه، لاحظتوا في 2003 كان تحالف ما بين التقدم المشتركي وما بين العداله والتنميه، دائما في نظام المقاطعات كنلقاو هذه المشاكل، رغم ان التحالف الحكومي فيه ثلاثه الاحزاب اللي هي البام والاستقلال والاحرار، ولا تحالفنا معهم في المدينه في مجلس العماله في الجهه، ولكن صعيب في المقاطعات، لان المقاطعات كنقولوا هو الشأن المحلي القريب من الساكنه، ما يمكنلكش تقلب على تحالف ضدك وتخلي الساكنه وتضيع ديك الاصوات ديالك. هات اللي معنا دابا حاليا باش يقدروا يكونوا معنا تو ما باغين الرئاسه، كيف يعقل واحد جايب 1100 صوت وحنا جايبين بخاسك 10000 صوت ومقدم الترشيح ديالو، اشنو بغيتي نديروا في هذه الحاله؟ نسلموها ليه باش نسموها في التحالف؟ ما يمكنش. وبصراحه ما كانش احترام للتحالف الثلاثي، راكم شفتوا في القاعه راه كانوا اصلا مرشحين من التحالف الثلاثي، يعني غير لو فيت انه حطوا جوج المرشحين من التحالف الثلاثي يعني التحالف لم يحترم للاسف. انا كنت مع الناس اللي بغيت ان التحالف يحترم ويجي تحالفات يعني تحترم التحالفات من 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 الحكومه وحنا هابطين، للاسف ما تحترموش التحالفات، وهذا الشيء كي يعني ضد كيمشي ضد المواطن، لان المواطن ما عليه والو شي يعني تحالفات في الحكومه، يعني غير وزير مثلا الا بغى يجي يدير واحد المشروع هنا ما غيعرفش راسو واش غيخدم مع معارضه ولا مع اغلبيه. للاسف لم تحترم التحالفات، وهذا هو اللي خلاني انني امتنعت عن التصويت لان لم تحترم التحالفات.